بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيروس كورونا وما يفعله في البشر الآن شيء صغير جدا لا يرى بالعين المجردة، وكما ترون الاهتمام المبالغ فيه جدا بهذا الأمر الذي أصبح حسب منظمة الصحة العالمية أمس أنه أصبح وباء يحصد في الأرواح حصدا. فيروس صغير جدا يصيب العالم أجمع بالهلع، الاقتصاد ينهار والرأسمالية تنهار والحضارات قد تنتهي في لحظة، حضارات الدول العظيمة الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها دي قد تنتهي في لحظة واحدة. كل المطارات أغلقت والسفر إلى من بلد لبلد أخرى توقفت، الرحلات توقفت، المطارات توقفت، المتاجر توقفت، الشوارع خلت الشوارع من الناس، كل هذا بسبب فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل وعلا ضرب لنا أمثالا كثيرة في القرآن مثل هذا. الله جل وعلا يقول في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا الفيروس الذي هو مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى يعني في لحظة أنهى حياة الكثير، في لحظة ضرب اقتصاد دول كاملة، في لحظة أوقف وشل الحياة شللا كاملا في دول كثيرة جدا جدا جدا. أليس هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ وما بكم من نعمة فمن الله. ده يخلينا نؤمن بالله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله لن يكشف هذا الوباء وهذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. دول كثيرة جدا منعمة، منعمة ليس فيها وجود لهذا الفيروس، وبشر كثير جدا لم يصبهم هذا الفيروس، وبشر كثير جدا أصابهم هذا الفيروس وماتوا، وبشر كثير جدا أصابهم هذا الفيروس ولا زالوا تحت العلاج. تمام، هذا يعيدك لله سبحانه وتعالى. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. الله جل وعلا ضرب الأمثال كثيرة جدا في القرآن مثل هذا. فإحنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونعود إليه سبحانه وتعالى، ونرجع إلى خالقنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: ضعف الطالب والمطلوب. اللي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ده لو ما لم يؤمن بمين؟ مين اللي في الأزمة دي يحللك الأمر؟ ومين اللي في البلاء ده يرفع عنك البلاء ويرفع عنك المصيبة ويرفع عنك كل شيء؟ الله جل وعلا يقول: ضعف الطالب والمطلوب. كل اللي بيعملوه ده بدون إذن الله سبحانه وتعالى لن يفيد بشيء. وأنت كذلك، كل اللي أنت بتعمله في حياتك بدون توفيق الله وبدون معية الله سبحانه وتعالى لن يفيدك بشيء. فهذا الأمر يعني تخيل أن الكرة الأرضية كلها الآن متوقف مصيرها على انتشار هذا الفيروس، ويعني أن هو يأخذ يعني انتشار أوسع من اللي هو موجود الآن. الله يعيذنا وإياكم من هذا الوباء وهذا البلاء، ويرفع عنا الغمة، ويرفع عن المسلمين وعن العالم أجمع هذه الغمة. وجزاكم الله خيرا، والله جل وعلا يعيدنا إلى القرآن ويردنا إلى القرآن ردا جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.